انتهج العدوان السعودي خلال حربه على اليمن وأبنائها العديد من الأساليب والوسائل التي تسعى إلى تركيع وإخضاع الشعب اليمني من خلال قصفه للمصانع وإحراق المزارع والمراعي. تشير المواد الاستهلاكية في السوق المحلية بشكل كبير، وتتنوع أصنافها ومواطن قدومها، لكنها انحصرت على بعض من الدول خلال فترة العدوان، ومنها دول العدوان ذاتها التي ضخت بكميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية للسوق اليمنية بعد استهدافها للمواني البحرية وإغلاقها في بعض الحالات للمطارات الجوية، ليصبح المنفذ البري الوحيد هو المنفذ السعودي. المصانع المحلية ومزارع الدواجن والحظائر والمؤسسات الخاصة. كان العدوان قد زاد من حدة استهدافه خلال الفترة الأخيرة، ليبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحصار التجويعي الذي تظهر معالمه على المناطق التي ينتشر حولها المرتزقة المقاتلين إلى جانب العدوان. دفع العدوان السعودي بالمواد الغذائية المقاربة على الانتهاء وتواجد كميات منها في الأسواق يثبت ما يروج له الشارع اليمني من أن العدوان له علاقة بتدهور الصناعات المحلية، وهو من يعمل على استهدافها بشكل كلي رغبة منه في إخضاع وتركيع الشعب اليمني العريق. محمد جميل، اليمن اليوم. نشرة اليمن اليوم مستمرة.